السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير. اش غادي نقول لكم اليوم؟ بغيت نهضر على شويش على الأسعار، على غلاء الأسعار. على ملي كتبغي تهضر على شي موضوع، كتلقى واحد الموضوع بالمقابل وعباد الله، وراه الناس والله العظيم إلا كنموت بالضحك ملي كنشوف الناس كيعملوا فيديوهات كيخزنوا الماكلة، فيديوهات كيخزنوا فروتة الفواكه كيخزنوا. ما فهمتش، دابا باقي 15 يوم من رمضان وإنسان كيخزن في النبيرة، كيعمر النبيرة، كيعمل شهيوات، كيستوكي في النبيرة. مالكم والإخوان والإخوان، الله يرحم والدين، شنو كتعملوا يا إلهي؟ اش كتعملوا؟ وراه لا يعقل صاحبي، انتوما كتخزنوا في النبيرة، كتعمروها، كتخليوا الناس الآخرين ما يلقاو ما يشريو. راه نتوما كتشريو بواحد الكميه كبيره والناس الاخرين ما كتكونش عندهم فرصه، وربما نتوما هما السبب اللي غليتو ديك الحاجه. راه بزاف د الحاجات كانوا ماشيين في السوق مزيان في واحد الثمن، فالاخر ملي كيقرب رمضان كيكون عليهم الاقبال، فعوض يكون رمضان واحد الشهر ديال الصيام الى اخره، انسان يصوم كده، كتلقى الواحد يتهافت على ما لذ وطاب والمشروبات والمأكولات. والغريب في الأمر أنه كيخزن في النيبير. راه هذا الشيء اللي كتعمله عيب وعار، عيب وعار وحرام نهائيا، والله العظيم إلا هذا الشيء عيب، عيب عيب جدا. كتلقى واحد السيد كيستوكي النيبير، كيعمرها من دابا حتى راه واش ما كي واش كاينه المجاعة؟ بالله عليك، واش عندك شي عقل؟ انت عندك شي عقل؟ وراه غتوكل ولادك المرض، غتوكل ولادك الميكروب، هذيك الحاجه اللي غتبقى من هنا 15 يوم 20 في 20 يوم في النبيره، عاد غتاكل انت اش من فيتامينات اللي بقى، واش من والاخوان الله يهديكم. اش كتعمل؟ راه هذه الطريقه ماشي مزيانه. راه ما يمكنش انت كتبقى تخزن في النبيره واحد الحاجه تبقى لك 20 يوم 30 يوم. ما هذا؟ ليس هكذا تؤخذ الامور. بزاف ديال الناس يحتجون على هذا، كيقول لك لا سيدي، حيتاش واحد الحاجه دابا غاليه، واحد الحاجه دابا يعني بواحد الثمن، من هنا لرمضان غادي تزيد جوج دراهم ولا ثلاثه دراهم ولا اربعه دراهم ولا خمسه دراهم الكيلو، غادي تكون غاليه وما غاديش تكون عندي القدره الشراء، يعني ما غاديش تكون عندي القدره الكافيه انني نشري هاد الحاجه، وبالتالي نشريها دابا 5 كيلو 6 كيلو ولا 10 كيلو نستوكي في النبيره باش كيجي رمضان كنبقى نحيد شويه بشويه. يا اخي رمضان اولا بعد خصك تغير الفكره ديالك. شوف الفكره اللي عندك في الدماغ ديالك خصك تغيرها على حسب رمضان. رمضان واحد الفصل ولا واحد الشهر ديال الصيام ديال العباده، ما كتكونش فيه الماكله. انت حاول تقلل من الماكله. اذا كنتي دابا مثلا كتشري 5 كيلو د بطاطا، حاول في رمضان تشري جوج ثلاثه. اذا كنتي كتشري جوج كيلو د مطيشه، حاول تشري كيلو ونص. اذا كنتي كتشري الزيت بزاف، حاول تنقص. راه رمضان ديال العباده عباد الله. رمضان الناس كينقصوا في الميزان، رمضان الناس كيعملوا الخير، رمضان الناس كيصوموا باش يحسوا بالفقير، باش يحسوا بالناس الاخرين. رمضان راه فيه حكمه الهيه. ما يمكنش انت رمضان مقبل على رمضان في عوض توجد راسك، عوض تفتش الصلوات تصلي وتعود وتفتش على داك كتاب الله القران الكريم، تمسحه اذا كان فيه شي خبره تقرا، حيت انا عارف الاغلبيه مساكن الله يحسن العون كيقراوا القران من رمضان الى رمضان. اللهم اغفر لنا ولهم، الله يهدينا ويهديهم. هذا الشهر شهر الطاعه الاخوان، راح حشومه عيب وعار، راح حرام كما قالت مسكين امي نعيمه، حرام راه حرام، حرام الاخوان، حرام باش تهز ستوكي النبيرة. انا ما بصراحه ما يسمح ليش قلبي انا نمشي نستوكي واحد الحاجه من هنا لرمضان. من يضمن لي انني غادي نعيش من هنا لرمضان؟ حنايا باقي كندعيو كنقول اللهم بلغنا رمضان فاقدي لا فاقدين ولا مفقودين، ووفقنا لصيامه وقيامه والى اخره. ودابا انتم كتستوكيو في النبيره، تعمروا، كتغليو علينا السلعه، كتغليو علينا، ما فهمتش. والناس يتهافتون وكل شيء كيجري كيشرب بالعرامات، وياخر مسكين كيبقى ما كيلقى ما يعمل. شري قد حالتك اسيدي، شري قد حالتك. الحاجه غتغلى خلي بابها تغلى، انت شري غير نص كيلو، انت شري غير كيلو، مالك على حالتك. وراه رمضان ديال الصيام، والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. مهما يعني مهما هضرتي مع هاد الناس، راه حشومه عيب وعار هاد الشيء اللي كتعملوا. راه شي حاجه اللي لا تصدق، شي حاجه ما كيقبلهاش العقل. باش انت تخزن نبيره، تخزن نبيره، تلفتونا في الهضره،
باش انت تخزن الماكله من اليوم حتى رمضان، راه بزاف اصاحبي، بزاف هادشي، بزاف هادشي لا يعقل. وحاولوا تنقصوا من الماكله، نقصوا من الماكله، عملوا الريجيم، ضعفوا باش تحسوا بالفقراء. كيفاش انت كتقول تحس بالفقراء وانت كتعمر كلشي حتى لهنا؟ يعني حتى تبغيت تعمل الركوع ما كتقدش على الركوع. نقصوا الماكله، نقصوا الشهيوات، نقصوا الوصفات، نقصوا صاحبي الماكله، نقصوا. وصوموا تصحوا، صوموا تصحوا، باش اللي كان مريض ربي يشافيه، اللي كان صحي يضعف، اللي كان ناقص الايمان يزيد يقوي الايمان، اللي كان ناقص في القران ما كيقراش القران ما كيحفظش يزيد يحفظ، يقرا يدعى، مهم يتقرب اكثر من الله عز وجل. غادي نحاول نهضر في واحد الفيديو مفصل على شهر رمضان، علاش حنا كنصوموا، شنو هي الحكمه من الصيام الى اخره، في فيديو لاحق ان شاء الله. كنتمنى تكونوا فهمتوا الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.